سلام على ريال معكم ام كامل. راح نكمل النهارده يا شباب. ايوه ام كامل حرامي حرفين. النهارده يا شباب هشتغل لاول مره في حياتي في السرقه. احنا عملنا فيديوهات قبل كده كتير عن السرقه، لكن النهارده ام كامل هيبقى يعني حرامي اصلي في الحال، يعني يعتبر في الحال الحقيقيه. نسرق بيوت واقعيه، نقلب ناس، بصوا كل حاجه يا شباب. فاول ما نبدا المقطع صلى الله عليه محمد عليه الصلاه والسلام، اذكر الله لا اله الا الله، وكمان ما تنسوش تنزلوا على المقطع ده تعملوا احلى لايك، وكمان تشتركوا في القناه. بسم الله الرحمن الرحيم، خلونا ندوس بلاي ونشوف محاكي الحرامي. هنعمل ستارت نيو جيم. اول حاجه معاكم يا عيال، السلسله دي لو بدانا فيها من النهارده لازم كل حاجه بتحصل فيها تكون معاكم. مكمل مش هيشتغل حرامي لوحده، كلكم هتشتغلوا معايا. فانت حط لايك واسرق قلبي بقى، يعني طالما حطيت لايك بس حط اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي اللعبه بتحمل وبدات في التحميل، ودلوقتي بيقول لك سيف ات يعني معنى الكلمه دي. مش مهم ان احنا نقول الكلمه، المهم ان احنا نترجمها، عارفين ترجمتها. اوكي دلوقتي بدا 2 دايز انه النهارده يعني اليوم الثاني وكده. برايفت نايمر برايفت نمبر بيرن عليا، خلونا ندوس سبيس. المفروض ان هو اكسبت ويتصل. اوكي يما هو الراجل بيكلمني صوت عامل كده، بس المهم ان هو بيقول لي ان في حد بيراقب البيت بتاعه، بيقول لي امشي من هنا دلوقتي. اوكي بيقول لي دوس ايه هنا، شيك كاميرز. اوكي كاميرا يا عيال، اقسم بالله الانجليزي بتاعي عايز يروح كده يعني. المهم يا شيخ خلونا ندوس ايه. شوفوا اللي والله شكلها شرطه دي، والله شكلها شرطه يا عيال. طب ماشي خلينا ندوس. هما جايين عليا، دول جايين عليا. افتح الباب ده بسرعه، والله جايين عليا. اجري اجري من هنا من هنا. فتح الباب فتح الباب، خبلوا مني ما خدش باله. افتح الشباك ده يا ولد، نط نط نط. مسكني يا شباب. يعني هي المفروض ان انا اهرب من الشرطه، يعني عرفوا مكان بيتي وكده وهغير بيتي. اوكي لو ده شيك بوينت، يعني المفروض كده خلاص عرفت اول مهمه ليا الهروب من الشرطه. بتهرب من الشرطه بعد كده بتبدا سرقه. اوكي الراجل نفس الراجل هيرن عليا تاني، احنا بنعيد نفس المنطقه. ندوس سبيس اتصل. ماشي شكرا، عرفنا ان هم اوكي بيراقبوني. اوكي نفس الكلام يا شباب، يلا بسرعه المره دي اسرع شويه. نجري، ادي الشباك انا كنت فاتحه، افتحه تاني ونط من هنا. نخش جوه هنا على طول. اوكي في تولز الاغراض بتاعتنا، كاو بار وكمان فلاش لايت و ده ايه ده، مفتاح. طيب مفتاح ايه ده، بيقول لك ده مش هنا يا عيال. يعرف مكاني في حد تاني؟ لا لا بيقول لي شوف المنطقه الخلفيه. اوكي طب خليني الف بسرعه، هو مش هقول السهم هنا. اوكي الباب فتح، ليتس جو، اهرب اهرب، شرطه شرطه. خلاص كده هربت منها يا هربت. اوكي دي العربيه بتاعتي، والله السياره بتاعتي قلت ايه، والله حلوه. صغير على قد يا شباب لسه حرامي صغير وكده يعني. اوكي اقفل، دور العربية. اوكي دلوقتي هنروح بقى على المدينة، دلوقتي تبدأ السرقة الواقعية يا شباب. دلوقتي اتعلمنا ازاي نهرب من الشرطة وان ازاي ان هم بيراقبونا، لكن دلوقتي نبدأ في السرقة. بسم الله الرحمن الرحيم يا شباب، أول مرة في حياتي أشوف حرامي بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، بس يعني بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. رين رين ألوز يو سنيك مش عارف مور ايزلي. اوكي بيقول لك انك الرين في الوقت اللي بيكون فيه مطر وكده بيبقى من الأفضل ليك انك تسرق، حتى هم بيدوك قوانين تقدر تمشي عليها عشان تبقى كويس جدا في اللعبة دي. انا مش محتاج بصراحه، يعني انا لو دخلت على اي بيت هعرف امتى اسرق وامتى لا، فودوني الابيات وانا هتعامل. If you ever in trouble you know where to find me، بيقول لي لو انت في اي مشكله انت عارف ازاي هتلاقيني، قصدي يعني ان انا ارن على الراجل اللي هو صوته ده يعني هو يحل لي مشاكلي. يلا بسم الله، انا ده صح؟ انا الحرامي ده، مع انه مش شبهي خالص بس اوكي ماشي. اوكي اول حاجه، والله في مهمات وفي سيف وفي شنطه، ليتس جو. اوكي ناخد السلم. يا البيت مين ده؟ اكيد مش بيتي. بيقول لي ستي اوف اوت كاميرز فيو، المفروض ان احنا نخليها بعيده عن الكاميرات. طيب هنا في كاميرا، واتوقع ان الاشعه اللي قدامها دي ان هي اللي لو جيت فيها هتشوفني، وجرس بقى يرن وشرطه هتجيلي وحركات بركات، بس احنا مش عايزين كده. افتح ده كده بسم الله. سلام عليكم يا اهل البيت، انا جاي اسرق. المفروض ان انا معايا اغراض. اوكي معايا فلاش لايت شغال. ايه ده كسر الباب ده؟ اوكي نكسره عشان لو حبينا نهرب. يا رب بس الصوت ده ما يصحيش حد جوه. اخواننا اللي هنا، انا جاي اسرق على السريع كده في الخفيف. هو بيقول لي افتح ده. طب مش هيفتح، اكسره. طيب انا خايف والله اكسره عليه من صوت، اصل ده ازاز. خلونا نشوف بس الباب ممكن ندخل منه. يا ولد في باب امامي اهو، خش من الباب. اهم حاجه في الحرام يخش البيت من بابه، زي اللي راح يتقدم بالظبط. يلا بسم الله خش الباب. اوكي والله مطبخكم حلو. مفتاح، افتح ايه ده، استنى خلي النور شغال. معايا ست تخزين للشنطه، يعني ليا كميه معينه اسرقها، اكتر من كده ما ينفعش. دي لعبه دي حلوه ممكن تساوي فلوس، عارفها موجوده في امازون. صور حيوانات ملهاش لازمه. نفتح دي، الدرج ده فاضي.
نفتح الادراج يا عم. سنقفل الباب الاول، خليك حرامي محترف عشان ما حدش ياخد باله يعني. نفتح النور بتاع البيت. انا بقول لا، مفيش حرامي بيفتح نور البيت. اقفل. طب نفتح الكشاف بتاعنا، نشتغل شغل صح بقى. اوكي نفتح الادراج. فلوس. اوكي كام دول؟ 50 دولار. حلوين حلوين، يجيبوا غدا النهارده. خلونا نشوف. جزمه وارنب، لا مش عايزينهم. تسجيل، والله تسجيل الصوت حلو بس حاسه تقيل يا شباب. 2 كيلو يعني تقيل قوي، بس خلينا ناخده دلوقتي. لو مش محتاجينه نبقى نرميه. اتوقع نقدر نفتح الشنطه. يب نقدر نفتح الشنطه. الاغراض اللي موجوده معانا هنا اهي، كل حاجه بالمقاسات بتاعتها بسعرها. وطبعا اقدر اجمع في اليوم 50,000 دولار. دي غساله دي ولا والله غساله. اوكي خلينا نشوف بقيه الادراج دي. اوكي دي ماكينة تويست، اقدر اعمل كراوتش. اوكي والله ماكينة تويستر. اوكي حلو. هات 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 اديني دي. 3 كيلو ليه يا عم؟ بتعملوا فيها تويست من الفضاء. اوكي مالناش دعوه، خلينا نفتح هنا. نفتح هنا. ايه دي؟ حله؟ والله شكلها حل، والله شكلها بتاعت طبخه الكبسه وحركات. طب هاتها بالمره معانا. هنا في قهوه بن. يا عم مش هاخد برات شاي وانا جاي اسرق المطبخ. عايز فلوس، عايز خزنه. والله ازازه الحاجات الحرام دي بتجيب فلوس. لا مش عايزها يا شباب، خليها زي ما هي مكانها. ايه حتى لو تجيب فلوس هنبيع حاجات حرام ولا ايه؟ لا يا مكمل. اوكي خلينا نفتح الباب ده كده. اوكي الحمام، ممكن يكون في حاجه تتسرق، فرشه اسنان غاليه، شامبو غالي من براند كده ولا حاجه. لا فيش حاجه يا شباب، كلها حاجات ملهاش لازمه، فعشان كده مش معلمني عليها. طب خلونا نشوف اخر ادراج عندنا هنا. اوكي ايه ده؟ لا فايلات، هنعمل ايه بالفايلات؟ اتوقع ده بيت طالب ده يا شباب. والله انا اسف يا طالب يعني، انا بسرقك بس اكل العيش بقى. آلة حاسبة؟ هات آلة حاسبة، وزنها مش تقيل يعني ممكن نستفاد بيها. فينا ايه تاني؟ فايلات؟ يا فايلات ما ملهاش لازمة. ايه دي؟ ايه ده؟ والله الفازة دي يا شباب عليها 10 اكس بي، هاتها. والله الصورية دي شكلها. في حاجة، في فازات تانية؟ يا اخوانا في فازات تانية. اوكي في باب هنا ما فتحتوش، خلينا نشوف الباب ايه ده؟ بسم الله. والله هو ده الكلام. هو والله عامل لي علامة هنا أصلا. اوكي أقدر أستخبى تحت السرير، شوفوا. والله عالي ستوب هايد، والله أقدر أستخبى. حركات دي حركات دي. طيب اوكي والله فازه كمان يا عالم، فازه توقع غاليه. اوكي ايه ده؟ ورقه. اي سي يو وات يعني؟ يعني ايه بتش موبايل بيرين؟ يا نهار ابيض يا نهار ابيض، مين ده؟ الو. اوكي بيقول لي انت عايش، طب كويس. اوكي بيقول لي لازم تخلي بالك. اوكي لا لا بحب الشغل العصابات ده يا عم. اوكي خلاص فهمت منك يا عم، اسكت خلاص. ازاي افصل الراجل ده؟ ازاي؟ اوكي خلوها نفهم. دولار خلوه يخلص خلاص، شكرا. اوكي لقى لي مكان جديد، طيب شكرا. اوكي خلاص استنى ما يخلص شاب. لا بيقول لي امشي دلوقتي. طب ماشي اخد اسرع اخر حاجه. طب شنطه السفر؟ طيب اي حاجه. خلاص يا عم انا ماشي يا عم. قال لي امشي دلوقتي لكن عشان ممكن يجوا بتاع. الراجل ده بيساعدني يا شيخ، الراجل ده شكله حرامي معايا. ايوه لقيت مفتاح الباركنج ده كان معايا. يلا بسم الله. في العربيه يا حرامي راس السلع يا. والله يا حرامي اسطوره يا شباب، حط عربيه في مكان اسطوري. يلا بسم الله خلينا نركب العربيه. اتوقع ان اقدر اسوقها دلوقتي. يلا نشوف يا باشا. اقدر والله اقدر اسوقها. يوه شوفوا يا عيال، لازم اغير العربيه دي. الحرامي لازم يكون معايا عربيه بي ام كده ولا حاجه. السلام عليكم يا اهل المدينه، مؤاخذه يا صاحبي يعني عارف ان انا ماشي في الطريق غلط بس ماشي. عايزين نشوف لنا بيت تاني نسرقه، بس الاغراض اللي معايا دي لازم نوديها الاول لان الشنطه عندي اعتبرت مليت. في بيت هنا اهو. والله البيت ده شكله حلو عال، شكله بيت راجل ممثل كده ولا حاجه. بيقول لك ان نون ان نون ان نون، ما فيهوش كلب ما فيهوش بني ادمين يعني. ممكن اسرق البيت ده بس. اوكي انا مش عايز اسرق البيت دلوقتي لما ارجع الاغراض بتاعتي. وانا اقدرش افتح الخريطه؟ ما اقدرش افتحها. طب الاغراض دي المفروض تروح فين؟ خلونا نشوف يا شباب. هنفتح تاب ونشوف الاغراض اللي معايا. معايا تقريبا 11 كيلو من اصل 15 كيلو اقدر اشيلهم. طيب دول اللوتس بتوعي ودي الحاجات بتاعتهم بالدولار بقى، هم اللي بيحسبوها مش انا لسه ما حسبتش. وانتد اون بلاي باك؟ لا. ايوه بلاك بيبي ده فين بقى؟ انا عايز بلاك بيبي ده، ممكن الاقيه فين ده؟ زون دي البيوت يا شباب باللوب بتاعتها، والناس بتبقى موجوده من الساعه كام للساعه كام. طبعا احنا مش عايزين الحاجات دي خالص، احنا عايزين اللي هو المكان اللي بنبيع فيه الاغراض دي. اقدر اطور من نفسي هنا. اوكي لازم نبقى فاهمين كل حاجه يا شباب، الايتمز بتروح فين، احنا بنعمل ايه. يبقى احنا دلوقتي محتاجين نروح البلاك بي. يب البلاك بي. خلينا نرجع تاني بعد اذنك، شيل التاب. يلا دلوقتي يلا بينا على البلاك بي. تعال لسه مكتشف دلوقتي ان هو بيقول لي خد اي حاجه قدامك في المدينه وغادر يعني امشي منها. طيب يعني وانا معايا 65 دولار تحت دي ولا انا غلطان؟ المفروض ان انا عديت الخط ده خلصت من المدينه دي صح؟ يب يا شباب. اوكي كده انا فهمت، المفروض ان انا بسرق الحاجه
وبطلع بره المدينه، مش اللي هو بفضل فيها يعني. اوكي طيب، المفروض نروح احنا على البيت دلوقتي، نبيع الاغراض، نبيع الحاجه اللي معانا، نظبط نفسنا، نشتري عده جديده للسرقه ونجهز نفسنا. انا ما حطش لايك، انزل حط لايك واشترك في القناه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. المفروض ان هو بيعمل لودنج دلوقتي. والله في حاجات كتيره ممكن اسرق ناس ماشيه كمان. خلينا نشوف هيديني قد ايه نجوم. خدت بي، اتوقع بي دي حاجه حلوه، ليفل اب تمام. والله ما ادانيش نجوم ولا خمس نجوم بيض يا شباب. خمس نجوم بيض صح، خمس نجوم بيض. يلا بسم الله. في حد بيرن عليا يا اخي؟ الراجل ده ما بحب صوته، صوته بيخوفني انا اصلا كحرامي. الو. اوكي انا دلوقتي في مكان امن يعني. اوكي شيك ذا كمبيوتر. اوكي يلا بسم الله. حاضر هروح للكمبيوتر. بس ايه ده؟ احط الاغراض بتاعتي هنا، حركات اكشف عليها وكده. يا عيال ده بيتي، شوفوا بيت الحرامي عامل ازاي. والله بيت الحرامي برضه صعب يا شباب، يعني تلاقيه كده مش مرتب بتاع ومخرم كده. مش مشكله، يلا بسم الله. هنروح نشيك الكمبيوتر اللي قال لي عليه. اتوقع هنا بنبيع. ليتس جو على الكمبيوتر بتاعي. اوكي خلاص ماشي، شكرا. هو بيعلمني دلوقتي يا شباب اعمل ايه. اوكي خلاص شكرا، خلاص ماشي ماشي تمام. طيب دلوقتي الشباب بيقول لنا هنا المفروض ان هنا الاغراض اللي انا اشتريتها اللي هو السولد اوت، الفلاش لايت والكاو باور. بقيه الاغراض دي لسه مقفوله لي في ليفل معين هتتفتح. مايكرو كاميرا والحاجات دي، دي كلها ايه اللي بتبوظ الكاميرات، الحاجات اللي هي الاي تي ام هاكينج. ممكن اعمل الاي تي ام هاكينج واسرق الفلوس اللي فيها، حاجات كده يعني حلوه هتفيدني، لكن سعرها غالي شويه. انا معيش غير 65 دولار. البلاك بي هو ده اللي انا بتكلم عليه، بس هو مش مفتوح لي ليه؟ سولد اوت. اوكي نشوف حاجه نشتريها يعني ولا ايه؟ هو عايز نشتري حاجه من هنا؟ اوكي كان باي انفورميشن. اشتري. طب ازاي اشتريها دي؟ اشتري معلومات منين؟ اوكي بيقول لي اشتري معلومات. طيب من هنا ولا من هنا؟ ايوه من هنا. اشتري معلومات بيت عشان اروح اسرقه. اوكي باي باي باي. اوكي المفروض ان انا اشتري دلوقتي. خلاص ماشي، خلونا نروح على البلاك بي. هنا بقى بنبيع الاغراض يا شعب، يلا ليتس جو. اوكي اوكي كل بيت اسرقه يا عيال، اقسم بالله حوار. خلاص خلصت كلامك يا عم الحاج. المفروض هنا الاغراض اللي انا جمعتها اضرب بقى هنا. شوفوا يعني دي ب 75 دولار، بس هنا انا جمعت التوستر بس، ما جبتش البلايندر او اللي هو الخلاط. لو جبت الخلاط مع التوستر ببيع الاثنين ب 150 دولار. اوكي كده انا فهمت. الكترونيك اللي هي الحاجات الالكترونيه وكده ما جمعتش منها ولا حاجه. طيب خلينا نشوف الساعات. والله في ساعه يا شاب ب 200 جنيه، ب 200 دولار 2000 دولار وبتديني 200 اكس بي. طب حلو. اوكي هنا الفيز فيز كان اوكي الفازات يا شباب، كان ناقص لي بس الهيد اللي موجوده في البيت وكنت بعتهم ب 200 دولار. طيب كده انا فهمت. طب ده كله من بيت واحد، من يعني من بيت واحد المفروض. انا اشتريت انهي بيت؟ ال 102. طيب ال 102 ده في حاجات لسه اروح نسرقها فيها يا شباب، يبقى لسه عندنا مهمه كده. اوكي تمام ده سولد اوت. طب والاغراض اللي معايا دي ما ينفعش ابيعها لما. اوكي انا اشتريت البيت ده 102 تمام. يلا بسم الله هنروح دلوقتي على بيت 102. في حد بيرن يا ولد. والله لا كنسل، والله كنسل. الراجل ده قرفني يا شباب. نيو هنت بروكن فينس بيهايند ذا هوم. اداني هنتات. ذا باس روم ويندو از اوبن. والحمام مفتوح الشباك بتاعه. طيب خلاص شكرا. طب دلوقتي ده البتاع اللي ممكن افك من عليه شفرات، وهنا الاغراض عايز. طب انا عايز احط الاغراض اللي معايا يا ولد، عايز ارمي الاغراض اللي معايا في البيت. هنا مكان موسيقى؟ لا. طب ازاي مفيش صندوق هنا؟ عايز ارمي الاغراض اللي معايا في الصندوق. دي الخزنه بتاعتي دي يا شباب، عين فيها فلوسي وكده يعني. اوكي خلونا نجيب كده. انا خايف اعمل دروب ايتم ما يقوليش تاني. طيب يا شباب البيت فيه اغراض اروح نجيبها. يلا بسم الله. بيت 102 فين العربيه بتاعتي اهي. يلا بسم الله. يلا اركب. يلا يا عم دور ودينا باون شوب. اتوقع باون شوب ده بيبيع لي يا باشا. هو باون شوب ده اللي انا بدور عليه من بدري. التاني بيبيع اونلاين، بس ده هيبيع لي بالرخيص. بس نروح نشوفه مش بالمره يعني، مش مشكله. خلونا نروح. اف ذا بوليس ويل مش عارف ايه، البوليس لو عرف مكاني هينفخني. طب خلي ايوه. اهلا وسهلا، ده السيلر يا شباب. اوكي خلينا ندوس هنا. يو شوف الفاز هيباع ب 15 دولار. لا يا عيال والله اسعاره معفنه. لا اوكي الراديو، حاسس الراديو ملوش لازمه يعني، ممكن ابيعه عادي. واللعبه دي ممكن ابيعها. اوكي خلينا نبيع الاله ونبيع اللعبه ونبيع الراديو. والله خلي الراديو دلوقتي. اوكي شكرا شكرا يا عم الحاج شكرا. اوكي اروح بيت 102 تاني لان عندنا التاسك. اوكي لازم نخلص التاسك. خلينا نقرا الكلام اللي فوق ده ونخلصه يا شباب. ادي بيت 102. السلام عليكم. في حد في حد خارج من البيت اللي هناك؟ اوعى يشوفني. باب فتح. اوكي
يعني دخلت بيت 102. قول لي ايه التاسك بقى، قول لي ايه التاسك بقى والنبي. خلاص اخش كده. اوكي اتوقع هنا هنا دي تاسك سماتش فيو سينجز. يعني اسم كسرها. وانا مش كسرتها من شويه والله غلطان، ولا الناس دول مجانين ولا ايه؟ طب حاضر اهو اهو، انا اسمع الكلام يا رب ينفع بس اللي انا بعمله ده. اكسر الشباك ولا اعمل ايه؟ اكيد مش عايزين اكسر الشباك يعني. تمام كوي كيو تو سيلكت. طيب اسلكت ايه بقى؟ انت عايزني اشد السيفون طيب ولا عايزني اعمل ايه هنا؟ اكيد مش عايزني اكسر الحمام صح؟ اهو اتوقع ان انا بعمل التاسك اهو يا شعب. وهنا بقى اكسر حاجه هنا برضو. ايوه كده هو ده الكلام. يا سكيب بوليس بوليس نط الله يسامحك. مش عايز العربيه بوليس عليا نجمه. هعرف اهرب مش مهم العربيه كده كده هتجيلي وهي قدام بيت 102 يعني الموضوع سهل. عملنا التاسك اهم حاجه، عملنا التاسك يلا 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 اهرب بس. الحمد لله هو ده المطلوب انك تنفذ التاسك يعني. حرامي بس فوقيه ناس عصابه كبيره يعني بتخليني اعمل حاجات معينه يعني. الباون شوب. اوكي المفروض ان الباون شوب ده نبيع فيه الاغراض اللي معانا يدينا اكس بي نشتري البيكنج تول ونتعلم عنها ونروح نسرق بيت 103 وبس. اوكي اداني اكس بي شكرا ليفل اب. هو ده المطلوب والاغراض اللي معايا اهلا وسهلا. والله تستاهلها تستاهل، مش عايز فلوس اخدها. شكرا. يلا بسم الله من هنا على البيت. اتوقع ان انا دلوقتي اقدر اعمل البيكنج تول بس لازم اروح البيت الاول عشان اشتري البيكنج تول دي من على الجهاز الكمبيوتر بتاعي. طيب اوكي طبعا كل مره بدخل فيها البيت بتاعي بيديني معلومه جديده. خلينا نفتح التاب ونروح على سكيلز. اتوقع انا جبت 103 لوكينج بيك اهي ليرن. اوكي اتعلمتها. اوكي تمام يلا بسم الله فتح لي النيو سكيل. طيب هروح على الكمبيوتر بتاعنا نفتح الكمبيوتر نجيب من عليه البيزك لوكال بيكنج. طبعا دي جننتني اللوك بيكنج جننتني بس فداها يعني مش مشكله. معايا دلوقتي ايه في الاغراض؟ استنى نتاكد في الايتيمز موجوده يا شباب. ازاي بقى احطها هنا؟ اب اور يوز فون فلاش لايت تاب انفنتوري. يعني عايز امسكها في ايدي. ازاي دي؟ اوكي ممكن اما اروح هناك اجي استخدمها هتجيلي على طول. يلا بينا على بيت 103. اوكي عايز اشيل البتاع اللي فتحتها دي من هنا. يلا بسم الله اخر بيت بنسرقه النهارده. ايه ده؟ هو راح فين؟ لازم اخش اتعلم حاجه هنا. اعمل لي عليها هنت. اوكي ماشي فين؟ الصندوق ده ولا ايه؟ ده قفل. بتعلم. استنى دوس دي. لازم كده الناحيه الثانيه. طيب هي ازاي؟ اطفش ازاي؟ ايوه الف عكسها. اوكي بقيت اعرف افتح اقفال. اوكي بيقول لي دلوقتي روح على بيت 100 اخيرا. بيت 103 فين؟ ماشي شكرا يا حاج شكرا. يلا على بيت 103 بسم الله. حان وقت السرقه يا شباب بعد التطور بسم الله الرحمن الرحيم. والله انا متحمس للسرقه بصراحه. يلا بسم الله بيت 103. الجو ضلم الدنيا جميله حلوه معانا فلوسنا. والله انا خايف لما اتحبس ولا حاجه ما تقفش ياخدوا فلوسي. ودلوقتي يا شباب انا بيت 103 حرفيا. الراجل دخل نام اهو. انا عملت هنت عليه. المفروض ان انا خلاص بقى معايا الاداه اللي تفتح دي. تمام حاول نفتح الباب غير صوت. اوكي والله حرامي. ايه حرامي فل فل. اوعى بس الكاميرا تقفشك. طبعا الراجل نايم. نعمل كراوتش سحب خلي كشافك شغال. بسم الله عال سرقه قويه النهارده. النهارده السرقه بتاعتنا هتكون قويه. اخر بيت لمهمه النهارده. ما تقوليش ان الباب ده لازم افتحه بنفس الطريقه. يا بنفس الطريقه اقسم بالله صعوبه يا شعب صعوبه. اوكي تمام. يا لهوي اقفل الباب تاني. اكيد ما شافنيش. شافني. لا شاف. يعني اشغل حرام ازاي انا؟ لازم انط من الشباك يعني؟ طب ماشي حاضر انا بمشي يا عم هجيلك تاني بس خلاص اسكت. بتجيب لي الشرطه شاب؟ والله عندي فكره. انا ممكن لو جالي الشرطه في المره الجايه انا خايف فلوسي بس تروح. هسرق وهجري يعني ما يهمنيش. هسرق كل حاجه وهجري. خل اقول ايه نخرج بس كده نرجع البيت بعد كده نرجع له تاني. هي مش قصه هنرجع له تاني بس المره دي هنحاول ناخد حرصنا. لو ما جاتش معانا بالحرص هنسرق
ونجري يعني مهما كان بقى يعني، فهمتوا ازاي؟ افتح العربية بتاعتنا الجميلة يعني شقيانة معانا يا شباب، لازم نغيرها والله بعدين. يلا بسم الله نروح على المدينة ونبدأ ان احنا نشوف هنعمل ايه في البيت 103. بسم الله، اوكي لودينج، اوكي يلا يا شباب بسم الله. بيت 103 يعني الوضع صعب ده، خلصنا بيت 101 بيت 102 بيت 103، ثلاث بيوت سرقة برضو يعني مجهود من حرامي مبتدئ بصراحة. اوكي الهنت لسه معمولة على الراجل، فدي حاجة كويسة جدا. اخش من الباب هنا، اخش من الباب هنا بس يا رب ما يسمعش الصوت، والله مش كده الصوت بيتسمع. نقفل الكشاف. طيب دلوقتي انا ما دخلتش من الباب ده، الشباك مفتوحة اهو يا مكمل يا غبي، راح تخش من الباب. اوكي لازم نفتحه، لازم نفتحه بس نجيب حاجة تانية. خد باله ان في صوت، انت بتصوت ليه يا عم؟ يا عم انت بتصوت ليه دلوقتي؟ وانا لسه سرقتك. طب والله لا اسرقك، اعمل اللي تعمله بقى. افتح الباب ده يا ابني. يا عيال الشرطة جاية، انا مش اول مرة في حياتي تقفش من الشرطة بسرعة. لميل ايوه كاسة، لقيت الدماغ هنا. عندك ايه في البيت الله يسامحك؟ بسرعة. هات هات يخرب بيتك. يا استخبيت. اكيد مش هيشوفني، اكيد الشرطة مش هتجيبني. كده يا عيال حتى لو الشرطة انا مستخبى في البيت، مستخبي. هيفضلوا هنا ولا ايه؟ اوكي خرج، اوكي الشرطي خرج. اوكي خلينا نسرق، نسرق ده. لقيت مفتاح. لا انا كهربت صح، انا كهربت وطبيعي بني ادم يعني ممكن يكون بيغلط يعني، حتى لو هو حرامي ممكن ما يبقاش حرامي ناجح يعني زي كده يعني. لو الفلوس راحت عليا اضطر اني يعني على كده. لا الفلوس موجوده وقدام بيت 103 كمان، نايس. نجرب محاوله كمان مش مشكله. اوكي الراجل معمول عليه هنت، طبعا ما اقدرش انط من هنا زي ما احنا عارفين. يا عم المشكله بيعرف منين؟ لازم اخش من الكراوتش اتوقع، اخش كده فاهمين ازاي كده. خلينا نفتح الباب ده، هو بيشوفني تقريبا يا شيخ، هو بيشوفني. في فلوس هنا ناخدها. اوكي 30 دولار والله حلوين، ثانك يو مان. ما اقدرش نفتح دي صح؟ لازم يا شباب اكون معايا الليفل 3 واقدر ان اعمل بيكنج لمكان معين يعني، اتطور من نفسي عشان اقدر اخش هنا. يلا طب هنخش من الباب الاساسي، هو نايم دلوقتي ما اتوقعش ان هو يصحى دلوقتي. في صوت حد بره، لا تكون مراته جايه. والله شكل في حد جاي، شكله في حد جاي، استر يا رب. كل ده حد بيتمشى عادي. اوكي نجرب نفتح الباب ده، يا رب ما يسمعش. اوكي المفروض ما سمعش. طيب خش. انت اللي صحاك. طب بص بقى انت بانك صحيت اعمل اللي انت عايزه. هسرق بس هسرق، ما تخافش ما تخافش يا عم، ما تخافش ما تخافش. ايه يعني ده انا حرامي؟ يا حرامي زي يعني حرامي. التلاجة فيها ايه؟ عندكم ايه في التلاجة؟ بيتك. افتح لي الباب ده. حمام، الحمام في ايه؟ ما فيهوش حاجة صح؟ مفيهوش حاجة. طب ماشي خلاص افتح. ماشي الشرطة جت. اهرب منين؟ من هنا من هنا من هنا بسرعة. والنبي الأداء بسرعة، الأداء كسر كسر تاني. يلا اوكي كسرت بابي. اهرب. سرقت شوية حاجات يعني شوية صغيرين بس ان شاء الله اخد عليهم اكس بي كتير. فايند نوت وز يا عيال ده عايز نوت من البيت ده، ده خليه بعدين ده الحلقة الجاية ان شاء الله. يلا اخرج بس. حلوين انا راضي، انا مبسوط بالحاجة اللي انا سرقتها يا عم. انا كده راضي بس يا شباب يعني، أنا اتوقع انه كده خلاص. انا كده وصلت المقطع، اتمنى يكون مقطع النهاردة عجبكم. سوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر التبات. طبعا انا كحرامي خدت دي يعني حاجة حلوة جدا يعني جميلة جدا، ف محدش يعمل زيي. فبس شكرا لصيت المقطع، اتمنى يكون مقطع النهارده عجبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات، ولو عايزين اجزاء كتيره من المقاطع ديت يعني اعملوا لايك يعني. وبس سيلو ترى شباب، مع السلامه، باي باي. ميك مليون جيش لا يخاف من الحروب، محبوب من الصغار عشان كده خاطف القلوب. ميك مليون احنا سوا عيله مش جمهور، بيكو بنصنع المتعه بنعمل من الضحكه فنون. ميك مليون.